السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة، والذي نسلط الضوء فيه على ما جاء في المواقع الإلكترونية وما جاء في الصحافة العربية، ونستعرض بعضا من مقالات الرأي والتحليل ومنشورات ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. والبداية من عناوين الموقع اليمني المصدر أونلاين. المصدر أونلاين: البنك المركزي يقول إنه نفذ حملة ضد المضاربين بأسعار الصرف في عدن. توتر في العدين بإب إثر اشتباكات داخلية بين مسلحين حوثيين سقط فيها عدد من الجرحى. عدن: رابطة أمهات المختطفين تنظم وقفة احتجاجية أمام مبنى الانتقال للمطالبة بحل ملف المعتقلين والمخفيين قسرا بسبب الأمطار. وفاة مواطن وابنه جراء تهدم منزلهم في ريف إب. نقابة موظفي البنك المركزي بالمكلا تهدد بالتصعيد بعد اعتقال موظف وإخفائه. الصحوة نت: عضو لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، اتفاق السويد أصبح مجرد حبر على ورق. تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في حضرموت وشبوة. وفاة 3 أطفال غرقا في شواطئ عدن. أمهات عدن تطالب الانتقال بالكشف عن مصير المخفيين وإطلاق سراحهم. رئيس مجلس النواب: اقتحام ميليشيا الحوثي لمنزل النائب الهجري جريمة إرهابية. وكالة سبا: لجنة الطوارئ بتعز تناقش آلية حماية عناصر الجيش في الجبهات من الأوبئة. مجلس الوزراء يجري نقاشا مستفيضا حول عدد من القضايا والموضوعات المستجدة. الإرياني: سفن صيد إيرانية تستخدم كغطاء لتهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي. البنك المركزي ينفذ حملة واسعة ضد المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف العملات في عدن. الإرياني: كل صراع جانبي بين القوى الوطنية يدفع الدماء في عروق التمرد الحوثي. نائب رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد العقيد عبد الرب صالح الأقرع. رئيس مجلس النواب يطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الدولي بمواقف صارمة ضد انتهاكات الحوثيين. الجيش الوطني يحرر مواقع في نجد العتق ويسحق عناصر حوثية حاولت التسلل في جبال صلب. استكمال مس ذوي الاحتياجات الخاصة في 3 مديريات بشبوة. سهيل نت: نائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح العديني: لسنا شركة مرتزقة أو متعهدي حروب. مجلس الوزراء يناقش وضع شركات الاتصال القانوني ويستنكر أنشطة السفن الإيرانية. منتدى التعاون العربي الصيني يؤكد على سلامة ووحدة اليمن وموارده الطبيعية. مجلس النواب: ميليشيا الحوثي تمارس الإرهاب وسط صمت الأمم المتحدة وغريفيث. مفوضية اللاجئين: نزوح 13 من سكان اليمن وعمل المفوضية يقترب من الانهيار. التحالف الوطني يدير اقتحام الحوثي منزل النائب الهجري ويعده إرهابا وعنفا منظما. كارثة انهيار خزان صافر خطر على اليمن والمنطقة والعالم. الحكومة: سفن إيرانية تواصل انتهاك المياه الإقليمية اليمنية بسقطرى وبحر العرب. جمعية البنوك تهدد بتجميد أنشطة أعضائها بعدن بعد اقتحام الانتقالي بنكا بالمدينة. سبتمبر نت: لجنة الطوارئ في تعز تناقش آلية حماية قوات الجيش في الجبهات من الأوبئة. مجلس الوزراء يشهد بالبطولات التي تسطرها القوات المسلحة في مختلف الجبهات. المفتش العام للقوات المسلحة يعزف استشهاد العقيد عبد الرب صالح الأقرع. اجتماع يناقش تعزيز التنسيق بين الوحدات والعسكرية والأجهزة الأمنية في حضرموت. ومن المواقع الإلكترونية اليمنية إلى الصحافة العربية، والبداية من الوطن السعودية. الوطن السعودية: المملكة، إيران الخطر الأكبر على مستقبل سوريا وهويتها. الشرق الأوسط: هل ينجح غريفيث في اقتناص موافقة الحوثيين على خطته؟ العربية نت: معارك حاسمة في البيضاء ومقتل قيادي حوثي. اليمن: إيران تهرب السلاح للحوثيين عبر سفن الصيد. عملية للجيش اليمني بصنعاء والتحالف يقصف دبابات حوثية. كارثة في عرض البحر: حكومة اليمن تحذر من قنبلة صافر. حتى السمك لم يسلم، سفن إيران تعبث بثروة اليمن. صنعاء: ميليشيا الحوثي تقتحم منزل نائب يمني وتطرد أسرته. الحوثيون نهبوا أموالا من حساب للأمم المتحدة بالحديدة. إلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من مقال نشر في موقع الصحوة نت للكاتب والقيادي في إصلاح تعز أحمد عبد الملك المكرمي، تحدث فيه عما أطلق عليه قضاء الحجرية.
لماذا يصر البعض اليوم ليتحدث عن الحجرية بطريقة الاستعداء عليها، ولماذا هذا النحيب من البعض بطريقة الندابة المتثاكلة، وكيف لم يعرف هذا البعض من الحجرية إلا مدينة التربة فقط، بينما الحجرية أكثر من 9 مديريات؟ هل تستحق حيفان والعبوس والعروق والقبيط البكاء، أم أن الحوثي صديق حميم للمتباكين؟ أحرار الحجرية منعوا مبكرا سقوط التربة منذ أن أخذوا مواقعهم لحمايتها من منطقة الضباب المسراخ إلى رأس هيجة العبد حتى لا تسقط ولا يسقط الخط الرابط بعدن، وسلوا يومي 23 و 24 مارس 2015. وإذا كان هناك من غيرة وحمية حقا، وما أظن أن المتباكي يحملهما، فلما لا تدعون لاصطفاف الجميع لتحرير حيفان والعمور والعروق وهي من الحجرية ما دمتم فقط تئنون على الحجرية؟ النفخ في الرماد لا يشعل وهجا بل يسبب العمى على البصر والبصيرة، والحجرية منطقة ألفة التمدن والتنور منذ وقت مبكر، بل ضارب في الزمن حتى مسمى المشيخ كان متمدنا مستنيرا لأنه ابن بيئته التي سادها وشاع فيها التمدن، والذين يستغفلون ثقافة مدنية ضاربة وسلوكا فكريا راسخا في التمدن ويذهبون للاستعانة بطريقة مشيخية وقروية قديمة ومتخلفة إنما ينفخون في رماد، لأن تلك الصورة المتخلفة التي يسعى لها بعض الموتورين بغرض التمزيق لا توجد في الحجرية، بل لا توجد في تعز، وإنما توجد في ذهن شخصيات مصطنعة أفرزها زمن الغفلة. بمعنى أدق وأوضح، تعز عامة والحجرية خاصة تجاوزت الطرق القبلية المنغلقة والفهم القبلي المتعصب ودور المشيخ الذي يفكر للمجموع. الحجرية فضاء واسع لا يمكن لدعوات قروية أن تقزمها بحيز ضيق أو عقلية أضيق، فأفقها أفق اليمن الكبير. ومن العيب كل العيب، بل من الجرم أن يأتي من يحاول النبش في الماضي البعيد لإحياء وسائل عفى عليها الزمن ولا تعرفها المنطقة، بهدف تمزيق المجتمع وضرب مدنيته وتمدنه وتوزيع المجتمع إلى طبقات، عودا إلى ثقافة الإمامة المتخلفة. لقد أصبح العلماء والمثقفون والمشايخ والوجاهات والأعيان والتجار والمزارعون والعمال والمرأة والشباب والحرفيون والمؤثرون إلى آخره شرائح اجتماعية متماسكة على أرضية واحدة مشتركة، وقيمة كل فرد منهم ما يحسنه وما يقوم به من واجب. قال لسان حال الموتورين المتباكين أن هناك حشد إسقاط الحجرية، ولست أدري لماذا الزج باسم الإصلاح، بينما ابتلع المتباكون ألسنتهم من عودة ضابط كبير ليعلن انضمامه للحوثي بعد أن كان قائدا مهما في ساحل المخا، وتحت هذا الغطاء سكن في التربة. لهذه السطور أن تقول بالفم المليان: نعم كان هناك حشد، وكان حشدا عظيما ومتميز. كان هناك حشد كريم يوم 24 مارس 2015 إلى مدينة التربة التي كانت ميليشيا الكهنوت الحوثية قد فرضت نقاطا مسلحة على مداخل المدينة وحواليها بغرض السيطرة على المنطقة والسيطرة على الخط الرابط بين التربة وطور الباحة عدن. فجاء ذلك الحشد الكريم بمسيرة جماهيرية تم فيها طرد وكنس الحوثيين من التربة ومن كل مديرية الشمايتين، وكان ثمن ذلك 4 شهداء و10 جرحى. كان هذا الموقف الذي سجلته الحجرية قبل عاصفة الحزم، ومن باب العتب على نافخ الرماد اليوم والمتباكين مؤخرا ومن باب التذكير لهم، لم يكن أحد منكم حاضرا في المنطقة، وكان الكبار منكم قد غادروا اليمن، ونلتمس لهم العذر حتى يوم أن انشغلوا عن البلد وهي في أحلق ظروف المقاومة والكفاح، فلم يكن لهم أي موقف داعم إعلامي أو سياسي أو معنوي للمنطقة. أما متوسط الحجم فقد شدوا الرحال إلى صنعاء لأن قياداتهم فضلت التحالف مع الحوثي، وحتى بعد أن قام الحوثي بتصفية قياداتهم صمتوا، وبدلا من أن يأخذوا بما أعلنته قيادتهم من ضرورة الثورة على الحوثي، إذا بهم يديرون ظهورهم للحوثي ويوجهون سهامهم ضد الإصلاح في موقف يدعو للرثاء والشفقة. الواجب الأخلاقي يفرض على هذه السطور أن تلتمس لهم أعذارا، وأن تفترض أن لهم ظروفهم التي منعتهم من أن يصطفوا في خندق المقاومة، أو أن لهم حساباتهم التي أقنعتهم باتخاذ تلك المواقف، لكن لم يعد لهم اليوم أي عذر من أن ينحازوا بصراحة وشجاعة ووضوح الشعب والوطن. إن أعجب ما في الأمر أن الحوثي سلم منهم وأمن جانبهم، ولم يسلم من ألسنتهم واستعدائهم من تصدى ويتصدى للحوثي ويقاومه. ما ذنب الحجرية اليوم أن يتم تشويه صورتها؟ ما مصلحة من يبلبل لضرب نسيجها الاجتماعي المتعدد الأطياف والمتجانس منذ زمن؟ ما مصلحة المنطقة في سعي البعض لإحداث شرخ وانقسام مجتمعي فيها؟ نعم وللتأكيد 1000 مرة، لقد تم الحشد إلى الحجرية من كل قراها ومحلاتها يوم زحفت عليها ميليشيا الحوثي إلى مشارفها الغربية في الكدحة. إلى موقع يمن سكاي، والذي نشر مقالا للكاتب مصطفى ناصر تحدث فيه عن الحرية الزائفة.
برزت مؤخرا ظاهرة جديدة في مجال حرية التعبير في اليمن، يمكن تسميتها بالحرية المزيفة، وهي في تصوري ناتجة عن تعدد القوى المسيطرة في مناطق مختلفة من اليمن، وجميعها تلتقي في مشترك واحد هو التضييق على حرية التعبير مع تفاوت في مستوى الحريات من منطقة إلى أخرى. الحرية المزيفة تبدو واضحة في تناولات الكتاب ونشطاء التواصل الاجتماعي لقضايا ليست في إطار المنطقة التي يعيشون فيها، وإنما تتعلق بقضايا وأحداث تحصل في مناطق أخرى، فتجد أن الذي يتواجد تحت سطوة الحوثيين يكتب بحرية عن قضايا تقع في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا أو القوى الأخرى المسيطرة، وكذلك الوضع بالنسبة لمن يعيش في عدن أو حضرموت أو تعز وغيرها. الإشكالية تكمن في شعور من يكتب أنه يمتلك حرية التعبير عن رأيه، لكن الحقيقة عكس ذلك. هذه الظاهرة خطيرة وتحتاج إلى نقاش معمق، إذ تعد مؤشر على فقدان واحدة من أهم الحقوق المتمثلة بحرية التعبير، وبدون أن ندرك فداحة الأمر أو استشعار مخاطره حتى ننكره ونحمل على استعادته. إن جوهر حرية التعبير هو أن تعبر عن قضاياك المجتمعية بكل حرية، لا سيما تلك المرتبطة بالسلطة التي تدير شؤونك الحياتية. أما انتقاد سلطات أخرى رغم أهميته لا يعد مؤشرا على تمتعك بحرية التعبير. صحيح أن البلد ما يزال شكليا تحت مسمى واحد، لكن عمليا أصبحت هناك سلطات متعددة تكاد تكون مستقلة وبسلطات واسعة. إلى الصحافة الجديدة، والبداية من فيسبوك، حيث يطالعنا منشور للسياسي اليمني ياسين سعيد نعمان. تحدث في منشوره عن غياب الحامل السياسي، وقال إن هذا بدوره يؤدي إلى توهان الدولة. إذا ظلت الأحزاب والمكونات السياسية ملحقة بالأحداث وغير قادرة على أن تجد لنفسها مكانا لائقا على طاولة اتخاذ القرار، فهذا لن يكون حدثا استثنائيا في التاريخ السياسي لنظام الحكم في اليمن، لكنه سيكون بالتأكيد دليلا على أن المشروع السياسي الذي يقاوم مشروع الحوثي الاستئصالي يتحرك من غير أداة فاعلة تبشر به وتدافع عنه. فالمشروع السياسي لابد له من أداة سياسية متماسكة تقوده وتعمل على إنجاحه. لا يجب أن يترك الأمر فقط للبندقية، فحتى القذيفة لابد أن يكون نصفها بارود ونصفها سياسة، وإلا فإنه لا معنى لها. أما صلاح باتيس فقد نشر منشورا على صفحته تحدث فيه عن من يعملون على حرف بوصلة المعركة إلى قضايا جانبية وهامشية. انحراف بوصلة المعركة في اليمن من إسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا واستعادة الدولة إلى معارك جانبية وتقويض الشرعية في المناطق المحررة والانشغال بتقاسم المناصب بذرائع ومشاريع صغيرة كارثة على الجميع، ويعطي لإيران وحلفائها فرص إضافية للتنشيط وتفعيل أدواتها في المنطقة. الفنان فهد القرني كتب تغريدة على صفحته في تويتر، تحدث في صفحته عن أن الحوثي هو عدو الجميع الحقيقي، وعلى الجميع أن يوجهوا سهامهم نحوه فقط. الحقيقي هو الحوثي، ومن يقول أن عدوه الأول والأخير الحوثي فليتوجه بقوته العسكرية صوب الحوثي، ولا يتحجج بشماعات تخدم الحوثي ويقوم بتمرد على الشرعية ويستعرض قوته أمام قوات الجيش الوطني، فكل من يستعرض قوته أمام الجيش الوطني التابع للشرعية فهو حوثي حاقد على الوطن. أما وزير الإعلام معمر الإرياني فقد كتب في صفحته في تويتر سلسلة تغريدات تحدث فيها عن انجراف البعض خلف قضايا هامشية والنيل من رفاقهم في القضية الوطنية. من المؤسف أن يترك البعض قضيته الرئيسية وعدوه الحقيقي الذي يهدد اليمن أرضا وإنسانا حاضرا ومستقبلا، وينصرف لإثارة معارك جانبية بالإساءة للشرعية والطعن في الجيش الوطني الذي يقدم خير ضباطه وأفراده لاستعادة الدولة والحفاظ على هوية اليمن وعروبته، مقدما خدمة لميليشيا الحوثي وخلفها إيران. كل صراع جانبي بين القوى الوطنية المناهضة للمشروع التوسعي الإيراني وأداته الحوثية يدفع الدماء في عروق الانقلاب ويتجاهل معاناة ملايين اليمنيين في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا الذين ينتظرون بفارغ الصبر ساعة الخلاص والانعتاق من هذا الكابوس الجاثم على صدورهم. أوجه دعوة صادقة ومخلصة لكافة المكونات السياسية والإعلاميين والصحفيين والنشطاء لنبض أسباب الفرقة والخلاف والصراعات التي تستفيد منها ميليشيا الحوثي وتوحيد الصفوف خلف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي، وفعل دماء الشهداء وتضحية الجرحى الذين بذلوا الغالي والنفيس لأجل اليمن. الكاتب السعودي سليمان العقيلي كتب تغريدة تحدث فيها أو علق فيها على مقطع من مقابلة الأستاذ عدنان العديني مع صحيفة الشرق الأوسط. العديني: الإصلاح هو الحزب الوحيد الذي أفرد في نظامه السياسي مادة مستقلة تؤكد على أهمية تعزيز العلاقة بين اليمن والمملكة وضرورة التكامل بين البلدين، وهذا الاستثناء الذي يؤمن به الإصلاح ويعمل عليه نابع من الطبيعة الاستثنائية للعلاقة بين البلدين.
وأضيف لهذا حارب الآخرون الإصلاح. أما عمار صالح التام فقد كتب تغريدة تحدث فيها عن الحوثيين الذين يتوددون للمهمشين ليعوضوا عن خسائرهم. من يظن أن من يتودد المهمشين ليعوض خسائر صرعاه بجبهات القتال أن بإمكانه تحقيق شيء على الأرض فهو واهم. الإعلام الحوثي ليس سوى غطاء لسوءاته العارية ونكرانا لوضعه العسكري الضعيف. أما صدام المداني فقد كتب تغريدة تحدث فيها عن علي مهدي النفيعي والذي عاد إلى قريته بعد أن شيعه الحوثيون قبل شهر في مديرية الجعفرية في ريمة. علي مهدي النفيعي يعود إلى منزله بعد أن شيعه الحوثيون قبل شهر في مديرية الجعفرية ريمة وإعلانهم مقتلة في مواجهات مع قوات الحكومة اليمنية في محافظة الجوف. الحوثيون سلموا لأهله جثة ممزقة الأشلاء وزعموا أنها جثته وقاموا بعمل مراسيم التشييع وبثوا تقريرا لجنازته في قناة المسيرة. الدكتور صالح حسن سميع محافظ محافظة المحويت كتب تغريدة تحدث فيها عن الارتباط الجغرافي والتاريخي والأمني بين اليمن والمملكة العربية السعودية. سيظل الأمن القومي المشترك للجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية هو البوصلة الهادية لرؤية ومواقف البلدين تجاه جميع القضايا الداخلية والإقليمية والدولية. الأمن القومي المشترك لكليهما جعلهما كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أما الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب فقد كتب تغريدة تحدث فيها عن ضرورة اتخاذ موقف واضح من قبل الأمم المتحدة في حق انتهاكات الحوثيين. على الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي اتخاذ مواقف صارمة بحق انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين من ضمنهم أعضاء البرلمان والتي تتكرر بعشرات الوقائع مع تطور في منهجية الإرهاب العنصرية الذي تسلكه تلك الميليشيا وتعيق كل المساعي الأممية لتحقيق السلام. إلى الصحفي أحمد عايض والذي كتب تغريدة تحدث فيها عن النكف الحوثي الذي يحشد له الحوثيون كل يوم بهدف اجتياح المحافظات المحررة. سدنة الكهوف وعلوج الطيرمانات بصنعاء يحشدون لإسقاط مأرب منذ 6 سنوات وفي كل محاولة تسحق مأرب مخططاتهم ومقدراتهم والنتيجة تتسع مقابرهم ونعوشهم. مأرب هي قدر الله في هذه الأرض الذي سيكون منها نهاية هذه العصابات المارقة ومنها سيكون تطهير كل شبر في اليمن. أبشروا بالناصر. الصحفي خليل العمري كتب تغريدة تحدث فيها عن تعليق البرلماني عبد الرزاق الهجري على نهب الحوثيين لمنزله واحتلاله. البرلماني اليمني عبد الرزاق الهجري معلقا على استيلاء الحوثيين على منزله بصنعاء، لن يزيدنا ذلك إلا إصرارا على مواجهة مشروعهم الكهنوتي ولن يكون منزلي أغلى من اليمن واليمنيين، سننتصر إن شاء الله على مشروع الدمار. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وحتى الملتقى أستودعكم الله.